كان في يوم من الأيام في شباب عايز اتصور فيلم واقعي داخل مكان مهجور بجد، لكن المفاجأة اللي نص الفيلم ده أو أصحاب الفيلم ده ماتوا ازاي بقى؟ ده اللي هنعرفه مع بعضينا دلوقتي. المشكلة كان في فيلا اسمها فيلا أبو الدهب، أو هي اسمها فيلا منظر بيه أبو الدهب، ومراته مدام زهيرة أو بيسموها زهيرة هانم اختفوا لوحدهم ومحدش عارف راحوا فين ولا ايه اللي حصل لهم، محدش عارف عنهم أي حاجة خالص. ففي مجموعة شباب مخرج لسه شاب مبتدئ معاه صديقه ومعاه الممثلة ومعاه المصور ومعاه المعد، فالشباب دي قررت تخش الفيلا دي، فقال عاوزين بقى ايه نعمل فيلم واقعي شوية، فيلم رعب واقعي عشان الفيلا دي اصلا مسموح عنها انها فيلا مسكونة، بس يا ترى بقى هي فعلا فيلا مسكونة ولا كلام ناس وخلاص ولا مجرد اراء؟ وايه بقى اللي حصل للشباب دي؟ حابب تعرف يا صديقي؟ كمل معايا الاخر ويلا بينا ونسمي الله. يلا بينا يا صديقي العزيز. كان في مخرج اسمه الاستاذ احمد، وكانت في ممثلة لبطلة الفيلم اسمها استاذة دنيا، والمساعد المخرج اسمها استاذة مروة، المصور اسمه ادم، طبعا بطل الفيلم جون. وبعد بقى الفريق او كاست العمل كان مع الاساتذة اللي هما المخرج والممثل والمصور والمعد. دخلوا فيلا او قرروا يدخلوا الفيلا. عرفوا بقى الفيلا دي منين؟ عن طريق واحد سمسار، بس سمسار ده بقى من الناس اللي هي الطماعة قوي، اللي بتجيب الحاجة الواقعة او الحاجة بقى بيسرقها المقفولة اللي ملهاش سعر ويأجرها هو بفلوس، سمسار العقارات الواقعة. السمسار ده اسمه كمال. كمال ده بقى ما عندوش حاجة اسمها حرام، هو اي حاجة تجيب فلوس هو معاه فيها، شغال في اي حاجة تجيب فلوس، حرامي. فلما الاستاذ احمد المخرج اتعرف على السمسار اللي هو اسمه كمال، قال له انا عاوز اعمل فيلم واصور فيلم انا ومجموعة شباب صحابي على فيلم رعب او قصة رعب، بس عاوزين بقى مكان بجد يكون مهجور او يكون مسكون بجد عشان نثبت للناس ان احنا بنعمل حاجات واقعية جدا، احداث حدثت بالفعل. السمسار قال له موجود يا استاذ احمد، قال له ماشي واتفقوا. السمسار وداهم فيلا منظر ابو الدهب او منظر بيه ابو الدهب، وراحوا الفيلا ودفع الايجار عادي ما همهوش، لكن قال لهم انا هقعد معاكم. السمسار اتفق ان هو هيقعد مع الكاست اللي هو فريق العمل، قال لك خلاص انا كمان اعيش مغامره معاهم ويا ريته ما عاش المغامره. دخلوا الفيلا وبدأوا بقى يتمشوا في الفيلا كلها، وكل واحد يشوف أوضة عشان يقعد فيها. كلهم فضلوا يتفرجوا على الفيلا، فيلا كبيرة وجميلة تحس كده عبارة عن قصر كبير قوي، حاجة كده كلها تحف بس مقفولة ليه محدش عارف، حتى الحاجة اللي فيها زي ما هي
زي ما تكون لسه مقفول عليها طازه. ازاي رغم اللي هي بقالها كتير مقفول عليها ومهجوره، بس الحاجه سليمه، مجرد شويه عفره وخلاص. وبعد لما كلهم اتفرجوا على الفيلا وشافوا ان التحف والفيلا جميله جدا لكن مجرد شويه تراب، فكل واحد معاه اللبسه بتاعته او معاه المساعده، وبات فريق العمل طبعا الفنانين الكبار قالك لا خلاص هما المساعدين اللي هينضفوا الفيلا دي. السمسار قال لهم لا، انا عندي بنتين غلابه كده هجيبهم ياخدوا اللي فيه القسمه وهينضفوا الفيلا دي كلها في خلال ساعتين زمن. خلاص اتفقوا اللي هم هيجيبوا البنتين الغلابه دول، وفعلا جابوا البنتين والفريق كله نزل تحت عشان ينتظر البنات تخلص تنظيف. وعدى الوقت وخلصوا تنظيف، لكن مفاجأة بقى وهم نازلين البنتين دول، فقالوا للناس كلها البيت ده مش كويس، كل ما نحط حاجة في مكانها نبص تبقاش في مكانها اصلا، كل ما ننظف حته هتوسخ تاني. وسمعنا صوت واحده ست بتصرخ وتقول ان هي مش عايزه حد هنا. يا بهوات احنا بلغناكم اللي اتقال وانتوا احرار. والبنتين خدوا نصيبهم الفلوس او خد حقهم وقالوا الكلمتين اللي سمعوهم فوق. بس يا ترى بقى فعلا في حد كلمهم ولا ده مجرد وهم عشان البيت مقفول؟ طبعا الاستاذ احمد قال بس هو ده المطلوب، هو ده اللي انا كنت عايزه. خلص بقى الكم مشهد اللي هنصورهم ونطلع من هنا نمشي ونشتهر بقى، وبقى على الفلوس والشهرة اللي هنبقى فيها. بيحلم الأستاذ أحمد ودنيا ومروة وآدم وجون والسمسار كمال، ما هو إلا شوية عاوز شوية فلوس ولا فارقة معاه مين يموت ولا مين يعيش. أنا مالي يا عم، انا ليا فلوس خلاص. والكل راح ضاحك والكل مبسوط وفرحان، كل واحد هيطلع على اوضته الخاصه. الاستاذ احمد طلع اوضته، والاستاذه دنيا طلعت اوضتها، ومروه راحت اوضتها، وادم راح اوضته، والجون راح الأوضة بتاعته. لكن مروة وهي بتغير هدومها بتبص في المراية ملقتش خيالها هي اللي في المراية، لقت خيال واحدة ست شيك جدا، بس وشها مش طبيعي، مش وش بني آدم. بس هي لبس حاجة مخبية شكلها خالص، رغم الفستان الشيك اللي هي لابساه، بس لابسة برنيط جميل مخبي كده وشها، ويارب تفضل مخبي وشها. مروة بتحسب نفسها بتهيألها، جت تبص تاني كده وتقرب من المراية ملقتش حاجة، بس سمع شوية ضحكات وهمسات. راحت مصوتة كله تلم ملقوش حاجة، لا ده بتهيألك ده احنا لسه عملنا حاجة. وكل واحد راح ماشي، ومرة كملت عادي وغيرت هدومها مفيش اي مشكلة. وكلهم بقى قالوا اللي هم هيستريحوا خلاص،
وبعد شوية السمسار بما انه ملوش شغلانة غير اللي هو قاعد وبس، فبالتالي عاوزين حد يجيب الاكل للناس دي. فقال لهم انا المسؤول عن الاكل، التغذية او اللي هو التموين بتاع الفرقة. ماشي، ان هو اصلا حرامي فبدماغه بقى اللي هو كل ما هيفضل يحوش قرش من وراهم جيب لهم اي اكل وخلاص، فوافق. وبالفعل شوية السمسار اللي هو كمال جاب لهم شوية اكل، شوية بقى كفتة بقى على شوية فراخ كده، وظبط لهم القعدة والحاجة الساقعة ومزاجهم زي الفل، ويضحكوا ويهزروا لحد ما كل واحد يطلع يستريح. وبدأت المغامرة مع الأستاذ أحمد المخرج الكبير. السرير اللي هو نايم عليه بدأ يتشال ويتهبط في الأرض، طلع يجري، طلع يصوت زي البنات، ملقاش حاجة، مفيش أي حاجة، كل حاجة زي ما هي، السير ثابت. الناس اتلمت قال لهم كان في كده والسير ده كان خلاص وقع بيه اصلا، ازاي بقى كده تاني؟ السير رجع مكانه تاني وكلهم فضلوا يهزروا تاني، وكل واحد دخل اوضته. وعدى اليوم، لكن الشبح اللي بيظهر ده قاعد جنب مروة جنب سريرها، وبص مروة نايمة ما أذتهاش. الشبح ده أو الكائن ده ما أذاش مروة دي، يا ترى اشمعنى مروة مش عاوز يجي جنبها؟ وعدى اليوم عادي، ودي قاعدة جنب مروة، ولحد ما قامت من النوم مروة شافت على المراية مكتوب بالدم الخائن لازم يموت، الموت للخائن. هات ايه الهبل ده ومين اللي كاتب لي دي؟ فحطتش في دماغها وعادي راحت جايه نادت اي حد من اللي هم المساعدين بقى عشان يطفوا الكلام ده، مفيش اي حاجة مكتوبة، محدش شاف حاجة من اللي كانت مكتوبة. وسلامتك يا هانم، سلامتك يا استاذة. قالت لهم خلاص اتظهر فعلا المكان ده مش كويس، يا رب بقى نخلص بسرعة ونمشي من هنا. فجميع فريق العمل تحت في الدور الارضي خلاص نصبوا العدة والمكان والتصوير وكل حاجة بقت جاهزة عشان يصوروا المشهد الأول. المشهد الأول للأسف مفروض الأستاذ اللي هو جون اللي هو بطل الفيلم بيحب البطلة اللي هي دنيا، لكن دنيا أصلا في الحقيقة بتحب الأستاذ أحمد المخرج، والأستاذ أحمد المخرج ما بيحبش حد، أحمد المخرج بيحب أي حاجة فيها بناته بس، ما بيحبش الحلال. وللأسف دنيا كذلك، تحب حد يعكسها ويقول لها كلمة حلوة وبص حلوة وخلاص، لكن تعيش في الحلال لا. دنيا مش عاجبها تمثيل جون، فبتقول له ايه رأيك يا استاذ احمد ما توريني المشهد ده ازاي بما انه المخرج محدش شك في حاجة. مين بقى اللي كان بيتفرج اصلا من البداية؟ زهيرة هانم صاحبة المكان تبقى هي الشبح او الجن اللي موجود وسطه، اللي قلنا اللي هم اختفوا ازاي محدش عارف. هنعرف مع بعض، تتفرج عليهم. في دماغها اللي ده خيانة، قاري دماغ كل واحد من خاين ومين مش خاين. ف
فزهيرة أو الشبح شافت الوحيدة اللي مش خاينة مروة وآدم المصور. والأستاذ أحمد بيوري إزاي المشهد الدرامي مع الأستاذة دنيا وجون غيران. جون مش عاوز يكمل المشهد وبدأ كل واحد يكلم التاني بحدية، كل واحد يعمل شغله ما تعدلش عليه، خلي المشهد او انت كمخرج اشرح لي، لكن بلاش تكسفني قدام زمايلي وتحسسني ان انا معرفش. بس بدأ ده يشيل من ده رغم ان ده لسه اول يوم، والمفروض ان كله يتحاول عشان نخلص الفيلم ده بدري بدري وكل واحد يمشي من هنا. البيت مش طبيعي والبيت مسكون بجد، فلازم كلنا نتعاون عشان نمشي. لكن تقولي بقى فركش يا ريس وفركش. قالك بلاش دي المشهد ونعدي المشهد عادي مفيش مشكلة. وبدأ اليوم كله بقى كل واحد يشوف حاجة عاوز يعملها يعملها، كل واحد يقعد مع نفسه وشوف هو بيحب ايه وبيكره ايه ويعمله. لكن بقى المشكلة ان الاستاذة دنيا عاوزة تقرب من الاستاذ احمد اكتر، وراحت صرحت الاستاذ احمد انها معجبة بيه وبدأت تشغله وتشغله. وعد اليوم والاستاذة مع الاستاذ ما كملوش دقايق وسمعوا صوت حد بيصوت، حد مش عاجبه اللي بيحصل. وبصوا في المراية دنيا وأحمد جسمهم كله كمداد، حد ضربهم بس مش شايفين حاجة، لكن مكتوب نفس الكلمة على المراية: الخاين لازم يموت. راحوا لابسين هدومهم وطلعوا يجروا: الحقوا 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 جايكوا. مفيش اي حاجة، مفيش حاجة مكتوبة خالص، وكل حاجة رجعت زي ما كانت. زهيرة او الشبح راحت لمروة لقيتها نايمة ومسلمة مش دماغها حاجة، قاعدة جنبها وخلاص. مروة مش شايفة أي حاجة بس حست إن في حد قاعد، حاسة بنفس بس في هدوء، مفيش حد بيعمل لها أي مشاكل. وعدى اليوم وزهيرة قاعدة عند مروة في اوضتها، حاسة انها بتملها وانها كانت مظلومة زيها. مين بقى زهيرة دي؟ جوزها كان بيحب البنات نفس المخرج اللي بيعمله، لكن زهيرة هانم كانت هي صاحبة كل حاجة، ست غنية جدا ومنتهى الشياكة والجمال. ففي يوم من الأيام وهي راجعة شافت جوزها ونزر بيه أبو الدهب بيخونها في أوضة النوم. لما قالت ليه ومش ليه راح خنقها موتها وخلص عليها ودفنها في الجنينة بتاعت الفيلا. بعد شوية الناس كلها بدأت تدور على هانم ما لقاهاش، بس للأسف لقوا البيه منتحر في الفيلا، ولما دوروا على سبب الانتحار ضد مجهول.
الهانم خدت حقها، ده اللي ورته المروة وهي نايمة. ورتها قصة حياتها. وقامت مروة مخضوضة، مين اللي انا شفتها في الحلم دي؟ مين اللي مروة حلمت بيها؟ مش عارفة، يمكن قالت خير ان شاء الله، بس المكان ده انا مش مرتاح. ولما طلع النهار بانتظار كمال السمسار اللي هو هيجيب الفطور، عدى ساعة عدى اتنين محدش جه، كلهم بقى فضلوا قاعدين شوية منتظرين الأستاذ. لكن مروة وهي طالعة كده قلتها تاني تجيب حاجة آخر الطرقة، كان في الأوضة بتاعة السمسار، فطلعت تشوف لقيته نايم عادي جدا، بس ميت، بس ايديه بقى زرقاء، وشه تحس اللي هو مات من الخضة او من الخوف، شاف حاجة مرعبة، شاف حاجة مش طبيعية. لما بصت على السرير لقت مكتوب على السرير بالدم الموت للخايب. لكن مروة سمع تاني صوت الضحك، حد مبسوط انه هو عامل كده، حد مقتنع اللي ده حقه وان الرجالة خاينة، كل واحد عمل حاجة هيدفع ثمنها. وصوتت مروة الحقوني الحقوني الحقوني، وكلهم جم وشافوا الموتة بتاعت السمسار كمان ميت. طب نعمل ايه نعمل ايه؟ احنا لازم نخلص المشاهدين دول ونمشي، احنا لو قلنا كده الحكومة كلها هتهمنا، احنا اللي موتنا الاخ ده. مروة قالت لهم انا شفت واحدة وحكت لهم كل حاجة، البيت ده فعلا مسكون يا جماعة. فقرروا اللي هم يخلصوا، لكن للأسف جم يندهوا على الأستاذ دنيا اللي هي الممثلة، يلا عشان نبدأ المشهد، مش واقفة بوسطه، جاي يجروا عشان يدوروا عليها، لا الأستاذة دنيا ميتة بس شكلها شكل مدبوحة. دنيا ماتت، ازاي محدش عارف، كل خلاص اتخض وخاف عاوز يهرب. مروة قالت لهم الاول انا كنت قلت لكم البيت ده بلاش نخش، احنا لازم نكمل المشهد ده، لازم الاباشور. قالت له انت مجنون، كمل لوحدك، مش عايز اباشور، بقول لك ماتوا زميلتنا ماتت، ومن شويه السمسار ده مات، الحكومة لو جات هنروح في داهية. يلا يا عم انا ماشية. يلا يا ادم، قال لها ماشي انا ماشي معاك، لكن احمد لا محدش هيمشي. اتقفل البيبان كلها وظهرت زهيرة هانم، ظهرت بس مش شكلها الانسي، لا شكل واحدة جاية تنتقم، الخاين لازم يموت. وقالت للناس كلها ان هي دي اتقتلت عشان كانت نايمة مع الاستاذ ده، كلهم بصوا لاحمد باستحقار، ازاي انت تعمل كده واحنا كلنا زمايل مع بعض، ليه حرام عليك ليه؟ فكلهم عاوزين يهربوا، انت مين انت مين انت مين؟ لكن سويت بقى، وسويت بقى من نوع تاني، وشكلها بدأ يتحول، كله عاوز يجري على بره، حتى المعدات سابوها، لكن بيبان كلها مقفولة. لكن الأستاذ أحمد عاوز يهرب، اللي ما تأذتش مروة
مش خايفة منها، أنا شفتك وأنا نايمة، شفتك في الحلم. وحكت لها كل حاجة، قالت لها ده زي جوزي خاين، اللي بيخون مراته يبقى خاين، واللي بيسرق عشان ياكل زي اللي مات فوق كان بيسرقك يبقى خاين، واللي بيخون العشرة يبقى خاين. الخيانة أنواع كتير وكتير، وفي قانوننا وفي حلمنا الخيانة بالموت. حكت لها كل حاجة، فتحت الباب عشان كله يجري، وكل الكاست جري، والأستاذ آدم جري، أحمد جه يجري ما عرفش يجري، الباب اتقفل تاني، ومروة كمان. أحمد اتحمى في مروة التانية مش هتأذي مروة، قالت لها شوفي اهو بيتحمى فيك راجل بيتحمى في ست، طب ارجوك سيبيه، ارجوك سامحينا. قالت له لا خاين لازم يموت، قلتلك ده خانكم وعمل زنا مع دي اللي مقتولة دي، لازم يموت، الخيانة بالموت. واختفت، راح سايب دي وجاي يجري عاوز يكسر ازاز، لكن تاني التانية ظهرت قدامه وقعدت تخنق فيه، فتحت الازاز قالت لها امشي، وفعلا مروة طلعت بره، ازاز اتقفل، كل بدأ يتفرج، والبطل او المخرج بيموت بيتخنق ومات، وكل جاي يجري لكن مالقوش الممثل، مالقوش الممثل اللي اتنقص المعدين والمصورين ومروة وآدم، بس هما دول اللي اتنقصوا. واللي حكالنا الأستاذة مروة، ليك الحق او تصدق او لا، الحق عند اللي حكالنا، انا عن نفسي ساعات بصدق ولا لا، سيب رأيك يا صديقي سواء مصدقنا او لا، واستنونا ومغامرة جديدة مع قناتكم قناة قصص عماد. السلام عليكم.